كثر عن السلف رحمهم الله ذم الجدل في الدين والمراء فيه ووصف ذلك بأنه بدعة، وهذا له محمل عند أهل العلم. فالجدال المبتدع المنهي عنه هو ما رجع إلى واحد من ثلاثة أمور: أن يكون جدلا من جاهل أو مبطل، هذا هو الجدال المبتدع المذموم. ثانيا أن يكون جدلا قارنه قصد سيء كمحبة العلو والتفاخر وجدل معه هوى وليس معه قصد الوصول إلى الحق، فهذا لا شك أنه مذموم. والأمر الثالث هو الجدل الذي تترتب عليه مفسدة، بعض الجدل مفسدته أكبر بكثير من مصلحته، تحصل به إشاعة الشكوك في الناس وتنبيه الغافلين على أشياء هم في عافية منها وما شاكل هذا الأمر. إذن الجدل المذموم المبتدع محمول على ما كان واحدا من هذه الصور الثلاث. وبهذا نفهم أن ثمة جدلا محمودا وهو الذي كان من أنبياء الله عز وجل ورسله: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، الله جل وعلا يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول جل وعلا: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، في نصوص كثيرة. وهذا الجدل هو ما جمع ثلاثة أمور: أن يكون من عالم وأن تتحقق به مصلحة شرعية، وأن لا تترتب عليه مفسدة مساوية أو راجح. من يعيده؟ أن يكون من عالم لا من جاهل، جاهل لا يدخل في جدال مع المبطلين. أن تتحقق به مصلحة شرعية وأن لا تترتب عليه مفسدة مساوية أو راجحة. وكثير من الجدال الذي يقع مع الأسف الشديد لا تتحقق فيه هذه الضوابط. نعم.